ينضم إلينا من باريس دكتور إسماعيل خلف، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك دكتور على شاشة الغد. سأبدأ معك من تأثير هذه الاعتصامات والاحتجاجات على مواقف الحكومات في الدول الأوروبية. بداية أحييك أستاذة وأحيي السادة المشاهدين الكرام. الظاهر بأن الصورة إن نستطيع أن نقول أنها تستنسخ وتنتقل من الجامعات الأمريكية إلى الجامعات الفرنسية والجامعات الأوروبية ككل، فنفس الصورة ونفس المطالبات ونفس ونفس موضوع الاحتجاجات، وهو رفض هذا المكون الجامعي لما تقوم به الحكومة الفرنسية من دعم واضح لآلة الإبادة التي تقوم بها حكومة الاحتلال. وهذا يدل على أن هناك أن الجامعة الفرنسية وعراقة الجامعات الفرنسية لا تريد أن تكون خارج ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وما يحدث للفلسطينيين، فهي تريد، أعتقد بأن هذه المظاهرات تريد أن تؤكد بأن الجامعة الفرنسية لا يمكن لها أن تصمت وأن تسكت وأن لا تعطي اهتمام لما يحدث من انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني وللإنسان الفلسطيني. اليوم نحن على تقريبا أكثر من على مشارف 35 ألف ضحية، هذا يؤكد على أن جسامة هذا الإجرام وهذه الجريمة التي واضح جدا أن فيها ازدواجية واضحة. الازدواجية اتضحت أيضا من خلال مواجهة هذه المظاهرات ومن خلال حتى بعض الملثمين الذين تم إحضارهم وهم وضعوا أنفسهم على أنهم داعمين للحق الإسرائيلي وأنهم لا يواجهون هذه المظاهرة. لا حضر، وتكلم معي الكثير من حضر المظاهرات على أن هؤلاء، خلينا نسميهم بلطجية، هؤلاء البلطجية بكل أسف كانوا تحت حماية الأمن وهم يقومون ببلطجيتهم في مواجهة هؤلاء المتظاهرين الذين هذا التظاهر هو حق مشروع وحق أصيل لا يمكن أن يتم انتهاكه في فرنسا. هؤلاء الطلبة استنكروا هذا ردة القوات الأمن على هذه المظاهرات، ونعتبر بأنها صورة واضحة تخل بانتهاك واضح للديمقراطية. هذه المجتمعات الغربية اليوم أثبتت بأنها تنتهك صريح المفهوم الفلسفي للديمقراطية. هذه المظاهرات تعطي الحق في إبداء الرأي وإبداء، ولكن هذه ما يجري في غزة النقطة. يعني كان لافتا أنه كان هناك نوع من التخبط بين الأحزاب السياسية، حتى أحزاب اليسار مثلا إذا ما أخذناها على وجه الخصوص شهدت العديد من التخبط والانقسامات مما قد ينعكس ربما على مستقبلها السياسي في الفترة القادمة، ما رأيك؟ في اعتقادي أنها لها أثر كبير. يعني إذا تكلمنا بأن اليوم الشارع الغربي ككل وفرنسا هي من هذا الشارع، نعتقد بأن الشارع الغربي سواء الشارع الأمريكي الشارع الفرنسي، هؤلاء يرفضون رفضا مطلقا ما هذا السكوت المخزي الذي تستعمله الحكومات الرسمية تجاه الإجرام الحاصل من طرف دولة الاحتلال، وهذا سيؤثر وسوف يكون له أثر على العملية الانتخابية. حقيقة نعتقد بأن اليسار الراديكالي سيكون له تمثيل وسيكون له أثر، سيحصد الأصوات إن قلنا بمفهوم المعادلة الانتخابية. نعتقد بأن اليسار الراديكالي هنا في فرنسا سيكون له سيتحصل على أصوات حقيقة لما يقوم به اليوم من هذا الصوت الإنساني. هم يتكلمون والمظاهرات الطلابية تحدثت على أنهم لا يمثلون لا جهة دينية ولا جهة ثقافية ولا جهة عرقية، هم يتكلمون باسم الإنسانية، فالإنسانية تنتهك في الصميم في على الأراضي الفلسطينية. لا يمكن أن يكون هذا الانتهاك له لون أو يعتى أو يبرر بأنه كما هو المبرر هذا
هذا الشعار الذي يتم تحضيره مباشرة، والتهمة التي هي حاضرة دائما وهي معاداة السامية. لا يمكن أن هؤلاء الطلبة قالوا أنه لا يمكن أن يكون مظاهراتنا ورأينا وكلمتنا أنها تؤول على أنها ضد مكون ثقافي أو ديني، بل هي وقفة إنسانية واضحة. وهم تكلموا على أن ما هذا الجامعة الفرنسية وجامعة العلوم السياسية هي تعطي هذا العراقة لهذه الجامعة، وأن أغلب المسؤولين الفرنسيين والرؤساء فرنسا قد تخرجوا من هذه الجامعة، فكيف لهذه الجامعة أن تكون في منأى وبعيد أن يكون لها صوت؟ لو تحدثنا على المدى الطويل دكتور إسماعيل، هؤلاء الشبان، هؤلاء الذين يتظاهرون، هم مستقبل هذه الدول الأوروبية، هم سيكونون المسؤولين، هم رؤساء الجامعات، الأطباء، هم أصحاب القرار بعد سنوات، وبالتالي صحيح. كيف يمكن لذلك أن ينعكس على القضية الفلسطينية بشكل عام؟ نعتقد بأن هذا الزخم الأكاديمي الجامعي هو دعم ودفع للقضية الفلسطينية، وهو بالمقابل هو عزلة أكاديمية نخبوية لدولة الاحتلال. هذا الجامعة اليوم الطلبة في هذه الاحتجاجات طالبوا جامعاتهم بتوقيف كل التعاون أو شراكة مع الجامعات الإسرائيلية، وهذا ما هو إعلان على هذه العزلة الأكاديمية النخبوية، كما حصل على مستوى العزلة التي تعيشها، العزلة القضائية، العزلة السياسية. كل هذا نعتقد بأن سيكون له انعكاس، ويكون له انعكاس إيجابي على القضية الفلسطينية. اليوم هذا العلم الفلسطيني يرفع، ولكن ما أقصده يعني وضحت الغربية. هذه الفكرة ما أقصده دكتور أنه انتشار هذا الوعي عند شباب صغير يعني في مقتبل العمر، قد يكون وزير في يوم من الأيام، قد يكون صاحب مركز صحيح. يخولهم لاتخاذ القرارات، كيف يؤثر على القضية؟ أعتقد بأن هذا هو مستقبل للقضية الفلسطينية، وأن هؤلاء الطلبة هم مسؤولو المستقبل، هم القادة الذين سيقودون المراكز السياسية والمراكز القيادية في شتى المجالات، وبالتالي إذا كانت هذه قناعتهم فنعتقد أن الحق الفلسطيني ينتظره مستقبل حقيقي، وهو الحق، وهو الحق. الحق لا يمكن أن يتم القضاء عنه ما دام هناك مطالبات، فنعتقد، وهذا ما أكده النخب الإسرائيلية اليوم، المفكرون الإسرائيليون هم يعني نبهوا لهذا، فقالوا بأن إسرائيل بهذه سياسة نتنياهو، بهذه الحكومة الإجرامية، هم يقولون بأن لا مستقبل لإسرائيل في هذا العالم، وإنها سوف تكون معزولة، وهي معزولة اليوم مهما تجيشت ومهما وجدت هذا الدعم غير العادل من الحكومات الغربية. وهذا قلت يدل على أن المستقبل سوف يكون ناصفا دكتور إسماعيل للقضية الفلسطينية. إذا ما قلنا بأنه هذه الحرب كسرت قاعدة الإجماع الأوروبي على إسرائيل، في ضوء بأنه العديد من الدول الأوروبية باتت لا تستحي من أن تظهر دعمها الكامل لفلسطين، في ضوء آخر بأنه بعض الدول الأخرى فضلت أن يعني فيما أسمته هي بأنه مواقف متزنة، ولم حتى تكترث أو غضت البصر عما يجري في غزة، هل بالفعل هذه الحرب كسرت وحدة الصف الأوروبي؟ بكل تأكيد هذا الصف الأوروبي، نحن نتكلم على البيت الأوروبي. البيت الأوروبي اليوم فيه شرخ واضح من خلال الدول والحكومات التي اتخذت موقفا واضحا من الإجرام الصهيوني الإسرائيلي الذي لا يمكن قبوله، وبعض الدول الأخرى التي ما زال دعمها وتبريرها على أن ما تقوم به حكومة نتنياهو هو ضد مجموعة إرهابية، لكن للأسف أن هذا المبرر
لم يعد في له تأثير على المؤسسات الرسمية الأوروبية. نحن نعتقد بأن تصريحات الممثل الرسمي للسياسة الأوروبية جوزيف بوريل في تصريحاته دائما ينوه على أن هناك انتهاكات لا يمكن السكوت عنها. هذا التجويع وسياسة التجويع وسياسة القمع وسياسة القتل والإبادة، هذه الدول يعني أغلب الدول الأوروبية اليوم فيه إجماع على هذا الرفض، فيه إجماع أيضا على السياسة غير الواضحة التي تتخذها أوروبا. يعني وغرابة أن الاتحاد الأوروبي له يبرم اتفاقية تجارية مع دولة إسرائيل، هذه الاتفاقية في بندها الثاني وفي مادتها الثانية هي تنص على احترام حقوق الإنسان. ونعتقد أن ما يحصل على الأراضي الفلسطينية هو انتهاك صريخ الآن قلت لحقوق الإنسان وهذه الاتفاق قلت وهذه أستاذة وهذا انتهاك لصريح هذه الاتفاقية. كان من المفروض أن هذه الاتفاقية تتوقف، اتفاقية الشراكة التجارية مع الأوروبية مع إسرائيل كان من المفروض أنها انتهكت في مادتها الثانية، كان من المفروض أنها تتوقف وتعلق، ولكن ما زالت مستمرة ولم يتم تعليقها لحد الآن. وأنت تتحدث دكتور قلت بأن هناك بعض البلطجية المخربين الذين دخلوا يريدون فض هذا الاعتصام للناشطين الذين ظهروا للتضامن مع القضية الفلسطينية. إذن نحن أمام حالة انقسام ربما تتشعب وربما تتعمق بشكل أكبر بين مؤيد وبين معارض لإسرائيل في المجتمعات الأوروبية، مما يهدد السلم والأمن في هذه الدول. هل تلتفت هذه الحكومات الغربية والاتحاد الأوروبي لهذه النقطة بأنه كلما استمرت هذه الحرب كلما تهدد السلم والأمن في الدول الأوروبية؟ نعم، ولعل أن بعض الحكومات ومنها الحكومة الفرنسية أنها بررت هذا على أنها تقوم بحظر هذه المظاهرات والتضييق عنها على أساس أنها لا تريد أن تدخل في ربما هذه المواجهات، ولكن الصورة واضحة بأن أغلب يعني النسبة الكبيرة من الشارع الفرنسي اليوم هي تقف مع الحق الإنساني. نتكلم عن هؤلاء، هم مجموعة لهم قناعة راديكالية أو متطرفة، لا يمكن أن نقول أنهم غير موجودين، ولكن وجودهم نعتقد أنه ضئيل مهمل أمام الكتلة الكبيرة التي يمثلها الشارع. نحن اليوم نتكلم عن الشارع الطلابي، الشارع الطلابي هو هؤلاء الطلبة ذهبوا حتى إلى إقفال باب الجامعة ووقفوا كل نشاطات الجامعة. هذا يدل على أن لهم تأثير، كتلة كبيرة تؤثر، وبالتالي لا يمكن أن نوازن ونعادل بين مجموعة صغيرة والمجموعة الكبيرة التي تمثل الرأي الراجح وهو رفض هذا الإجرام. ولكن لا ننسى دكتور لا ننسى بأن هناك عباءة أمريكية تحرص الحكومات الأوروبية دائما على يعني التستر بها، فبين هذا الضغط في الشارع الشعوب الأوروبية وبين السياسات الأمريكية المنحازة صحيح. بشكل واضح وصريح صحيح. أين سيذهب القرار الأوروبي؟ نعم، حقيقة هي كما أشرت أستاذة، هو القرار الأوروبي ما زال رهينة وما زال مرهون ومكبل بسياسة الإدارة الأمريكية. نعتقد حقيقة كما أشرت أن الأوروبيون ما زالوا لا يمكن لهم أن يتخذوا قرارا، وخاصة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني الإسرائيلي، إلا بجعل أو دراسة موازنة ونظر في المصالح الأوروبية الأمريكية. كل هذا نعتقد أن له حسبان، ونعتقد أيضا أن القرار الرسمي الأوروبي هو ينظر إلى هذه الزاوية، وبالتالي ولكن نقول مهما كانت هذا التغول الأمريكي على السياسة الأوروبية، نعتقد بأن الشارع الأوروبي اليوم هو رافض رفضا مطلقا، وهو يتكلم بلغة إنسانية ليس بعيدة عن اللغة السياسية واللغة الدينية واللغة الثقافية. كل هذا نعتقد أنه يوضع جانبا. اليوم الكلام على أن هناك
انتهاك واضح للإنسان الفلسطيني حقه في الحياة، حقه في العيش، حقه فيما ينتهك اليوم. البلطجية والمستوطنون الذين يجدون الدعم من الجيش الإسرائيلي، نعم، الذين يقومون بينتهكون. نعم نعم استاذ. شكرا جزيلا لك على كل هذا الشرح دكتور إسماعيل خلف، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من باريس.